وبعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا نتابع الأخبار اللي هتحصل النهاردة، واللي منها عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية ما بين مصر والإمارات والأردن. كمان أيضا مكتب التنسيق هيتيح لطلاب الثانوية العامة تسجيل الرغبات لأداء اختبارات القدرات، وأخبار تانية كتير هنعرفها في السياق التقريري اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيتم عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن. الاجتماع هيكون في القاهرة برئاسة وزراء الصناعة والتجارة بمصر والإمارات والأردن، وبيأتي في إطار تفعيل مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الدول الثلاث، وبيأتي في إطار تفعيل مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الدول الثلاثة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وكمان تشجيع دور شركات القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. النهاردة مكتب التنسيق للقبول بالجامعات هيتيح لطلاب الثانوية العامة تسجيل الرغبات لأداء اختبارات القدرات بالنسبة للكليات اللي بيشترط القبول بيها اجتياز اختبارات القدرات. النهاردة وزارة الأوقاف هتختتم فعاليات دورة كبار علماء الهند اللي عقدت بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والوعظات وإعداد المدربين بمدينة 6 أكتوبر. أيضاً النهاردة هيختتم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية زيارته الرعوية إلى النمسا، واللي استمرت ما يقرب من أسبوعين، قام خلالهم بعدد من الفعاليات وترأس مؤتمر الشباب الأوروبي.